حلمي بكر يهاجم محمد فؤاد، بعت نفسك بالرخيص وبكرة تعيط، ايه ده بقى؟ هو بصي الكلام ده عارف كان بيقولولك ليه؟ عشان أغنية الحفلة. طبعا يعني أغنية جميلة وأغنية شباب رائع اللي عملها وشباب مصريين وولاد منطقة شعبية، ممكن ما يبقوش مش لونه لا لم يمتلكوا كل الناس قالوا ليه محمد فؤاد يغني مهرجانات؟ أنا بغني أي حاجة، أنا بتاع كمنان وأنا بتاع الدم ده دمي وأنا بتاع أي حاجة، ما حدش يفرض ولا يوجه أنت مين عشان توجهني، يعني أستاذ وعظيم وعلى راسي كبير على راسي وليس إلها، يعني اسمعي يا بسمة أنا خدي بالك أنا راجل ملتزم بأقصى درجات الأدب والأخلاق بيني وبين زملائي عشان يعني محدش يتجرأ ويعدي ده معايا، لأن اللي بيحترم بيحترم نفسه، فأنا ما بجيش عندي شغل حد وأقول له ونظر عليه وأقول له أنت كان مفروض تعمل ولا ما تعملش، مش موضوعك. أغنية نزلت للناس هيسمعوها لو حلوة، مش هيسمعوها لو وحشة، ده موضوع مش بتاع أي حد خالص. إن أنا أتعامل بقى مع حد أنت ما تقدرش تحدد أنا ممكن أتعامل مع مين، إذا كان الشباب ده فيهم حد بيتجاوز في الكلام في الألفاظ كتأليف أغاني لابد إن نحتضنهم نجيبهم نقول لهم على الكلام الحلو وننقي منهم الحلو عشان نغنيه. إيه علاقة الأغنية اللي أنت عملتها في الحفلة أبدأ؟ أغنية لطيفة جدا ما فيهاش كلمة غلط. لا مش لطيفة، لا مش عاجباكي ده وضع، إنما ما فيهاش كلمة عيب. ما قلناش إن فيها طيب كلام خارج. أنا لازم بس أنا بحب اللون بتاعك أنت لازم يا محمد. لازم دول يا عبد الأستاذ العظيم عبد الحليم حافظ اشتغل مع كل جديد كان بيطلع. احترامهم حاجة وإنك تعمل زيهم حاجة معاهم تانية. واشتغل معاهم، وأنا الحفلة دي زي حاجاتهم. ده كلام برضه. في الحفلة دي زي حاجاتهم. اللون معلش يعني لو قلنا دي كمان افج منها. طب ما ينفعش نقول غلطه وعدت. والله ما غلطه ليه وهكررها، ايه مفيش حاجه اسمها غلط، انا ما بعملش غلط، ما بعرفش اعمل الغلط، انا ممكن يبقى ليا مشروع معين ان انا اعدل حاجه معينه محمد. ولابد ان انت تحترمي فيا ده ان انا اجيب الشباب دول بدل ما هم تايهين وشايفين الترند ان انا اكتب كلمه فجه فيها مخدرات فيها موقف انه يعني اسمها مش هحلك هضرب نار هعمل ايه الكلام الفاضي ده. هنفضل طيب. احنا نتفرج عليهم ونقول ما طب ما ناجحين ومكسرين الدنيا. طيب. هنسيبهم يكملوا في المجتمع انت كده. انت بتتكلم دلوقتي عن الشباب صح؟ على الفئه دي. ايوه من الفئه دي. على الفئه دي. نزلوا له بقى الخبر اللي بعده. محمد فؤاد يراهن على عمر كمال وشائعات عن طرده حمو بيكا، فيديو وصور. ما الفيديو في الخبر ده عمر كمال بيقول ان انت بتقول له او قلت له انك انت تتوقع نجاحه اكتر منك انت محمد فؤاد 50 مرة. من انا شخصيا؟ ليه وانا مجنون ولا ايه؟ يعني ايه قلتها امتى دي؟ هو بيقول كده يعني بقى. في تصريح عني انا بقول ان هو بيقول ان انت قلت له كده. ما اقولش ده طبعا لان انا ما بقارنش ما محمد فؤاد بحد. سيبك بس ايه عشان موضوع عمر بعض الناس عماله تستغله في ان هو عمر بيجي لي وهو قد كده قدام الاستوديو يتصور معايا ويشرب حاجه ساقعه ويجيبوا له حلويات من المحل اللي جنبي هو وخاله بيجيبه من هو طفل. ده هقول لك ابني يعني ده متربي حياته محمد فؤاد. اي حد عاقل يقول محمد فؤاد ممكن يزعل من واحد زي عمر كمال. يعني ازعل من طفل؟ اقول لك عيل كان بيجي طفل صغير من وهو طفل بيحبني. انا ما بقتش فاهمه لغايه ما الله. لا معلش نزلوا الخبر اللي بعده. اخبار هاتيلي وانا بتكلم يا بسمه، ما تجيبليش اخبار.